إلى فلسطين، حيث أثارت صحيفة الاندبندنت البريطانية جدلا وإدانة من الجالية اليهودية في المملكة المتحدة بعد أن نشرت رسما كاريكاتوريا يوم الأربعاء الماضي يشبه هجوم الجيش الصهيوني على جنين بالغزو الروسي لأوكرانيا. في تعليق لها على الموضوع قال صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية إن رسم الكاريكاتور المذكور كان قد تعرض لانتقادات من قبل رسمه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون في شكل وحش مشوه يلتهم الأطفال الفلسطينيين. ويصور الرسم رجلا فلسطينيا ملقا على الأرض وجهه لأسفل محاطا بالركام وتحلق فوقه طائرات مقاتلة، كما تظهر بوضوح لافتة بها ثقوب من أثر اختراق الرصاص وقد كتب عليها جنين، لكن الرجل الملقى على الأرض استخدم الدم لتحويل الكلمة إلى أوكرانيا. وبجانب الرجل كتب رسام الكاريكاتور: هل تراني الآن للإيحاء بأن محنة الفلسطينيين مغيبة لأن التركيز والاهتمام منصب على معاناة أوكرانيا؟ وقالت الصحيفة إن هذا الكاريكاتير قوبل بغضب من المجتمع اليهودي البريطاني، إذ قال متحدث باسم مجلس القيادة اليهودية لصحيفة جيوش كرونيكل إن هذه محاولة واضحة لإنكار حق إسرائيل، على حد زعمه يقصد الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسها من خلال إلقاء معادلة زائفة بين الأوكرانيين والإرهابيين الفلسطينيين المسلحين. هذا الحقيقة هو الكيل بمكيالين من قبل هؤلاء، وإن كانت يعني هذه نعرة يهودية صهيونية، لكن هناك كيل بمكاييل متعددة من قبل من تعاطف معهم، يتعاطف مع الصهاينة ولا يتعاطف مع المسلمين، وفي المقابل يتعاطف مع الأوكرانيين الذين الحقيقة يواجهون من قبل الروس بنفس طريقة الاعتداء وطريقة الاحتلال، لكن الأوكراني في عينهم غزال، أما الفلسطيني المسلم لا يذكر، وإنما يتعاملون مع الحيوانات بقداسة أكثر من تعاملهم مع المسلم الفلسطيني، سواء كان هذا المسلم رجلا كبيرا، شيخا كبيرا، أو امرأة عجوز، أو حتى طفلا، لا يهم، طالما أنه مسلم فلسطيني فلا ينظر له.